سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى الكلمات الزوينه اللي كتكتبوا لي، شكرا بزاف. اليوم غادي نوجد لكم واحد البسبوسه كتجي معلكه وزوينه، فيها كاس ديال الزيت، العباربه ديال العنبه، ونص كاس سنيده، وياغورت ديال الفاني، نص كاس ديال الكوك، درت كاس ديال التمر مقطع طريفات صغار. يمكن لكم ديروا نص كاس ديال العنب مجفف مع نص كاس ديال التمر مقطع، مجموع هي كاس. درت كاس ديال الفورص مع خميرة حمراء. عندنا جوج بيضات وجوج كؤوس ديال سميد الحلوى الرقيق، ما نساوش قبصه ديال الملح حتى هي. دابا غنبداو بجوج بيضات، قبصه ديال الملح، نص كاس سنيده، طفي مزيان. غندير كاس ديال الزيت، ياغورت ديال فانيليا، كتجي زوينه هاد البسبوسه، كتجي معلكه وزوينه. قطعهم طريفات صغار، دير الكوك، دابا الفران راني مشعله، غادي نقص عليه البوطه ملي غندخل. هادي كتجي بحال طياب ديال الكيك. دير كاس ديال الدقيق، غنديرو السميد بشوي بشوي تنشوفو على حساب الخليط. على هزت كاس ونص، ها
باغا نديرها في هاد المقله ديال المخبرات هانت بالزيت ودرت عليها السميد ديال الحلوه. انا عندي شوكه كبيره بزاف، انا الا عندكم صغار منا ديروه. الفورص اللي عندي انا كيشرب هزت ليا غير كاس ونص ديال السميد الحلوه. حتى الكوك الا كان كيشرب حتى هو يشرب. كندهن القاع ديال المعلقه بالزيت وكنبقى نقرص فيها شويه بشويه. دابا غندردر عليها شويه ديال السميد ديال الحلوه صافي غندخلها الفران. دابا راه درتها في الفران على نار مهيله ولكن ردوا ليها البال راه دغيا طيب، تفضل في 10 دقائق طيب، ردوا لها البال حسب الفران اللي عندكم. دابا غادي ندير السيرو باش غنسقي بها من الفوق ملي طيب. ندير كاس ديال الماء، جوج ملاعق كبار ديال السنيده غنحطهم فوق البوطه حتى يطبخ مزيان يولي بحال شكل السيرو. ومن طيب من طيب البسبوسه نتلاقاو. ها هي البنات وجدات البسبوسه ديالنا، هانتوما كيف ما كتشوفوا حبيبات ديال التمر. دابا غادي نسقيها بالسيرو ديال اللي درنا بالسنيده. سقوها كامله باش هي سخونه والسيرو راه بارد. صافي غادي نسقوها وغندهدرها دابا بالكوك كتجي شاربة كتير مزيان. واحد نصيحة مهمة البنات، ما تقطعوهاش وهي باقا سخونة، خلوها حتى تبرد على خاطرها عادة قطعوها. وهي البنات بالصحة والراحة وشكرا على المتابعة.